بكم إلى موجز الأحداث المسائية على قناة الحدث الإفريقية. توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل المملكة الإسبانية الملك فيليب السادس، وذلك بمناسبة عيد الشباب المجيد. وعبر الملك فيليب السادس في هذه البرقية عن أخلص وأصدق التهاني للملك بهذه المناسبة، معربا باسم الملكة وباسمه الخاص عن أفضل المتمنيات بالسعادة الشخصية للملكة وللأسرة الملكية وللشعب المغربي العزيز. كما جدد الملك فيليب السادس بهذه المناسبة احترامه الفائق وتقديره الشخصي للملك محمد السادس. وبهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 588 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لسنة 1444 هجرية 2022 ميلادية، تفضل الملك فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 588 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقاله وعددهم 413 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراحة وعددهم 175 شخصا. إفريقيا، وجه حزب العمال الجزائري انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم توفيرها وسائل مكافحة الحرائق، وطلب بإعلان حالة الكوارث الطبيعية في البلاد. وذكر الحزب في بيان له أنه يتابع برعب تطورات الحرائق المهولة التي تشهدها الجزائر، والتي تسببت في خراب عدة ولايات خاصة في ولايتي الطارف وسوق أهراس، حيث تم تسجيل عدة وفيات والرقم مرشح للارتفاع نظرا لقلة الوسائل في مستشفيات المنطقة. اختارت إدارة النسخة 11 للمهرجان المغربي للفيلم الموريتاني أحمد مولود ولديد الهلال عضوا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة المشاركة في المهرجان. وقال ولديد الهلال إن تسميته ضمن لجنة تحكيم المهرجان الذي ينعقد بوجدة المغربية من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل تأتي في إطار اختيار أعضاء للجان تحكيم المهرجان من دول المغرب العربي. قررت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجميد عضويتها في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على خلفية تصريحات رئيس الاتحاد المغربي أحمد الريسوني الأخيرة التي دعا فيها للجهاد ضد الجزائر والزحف نحو ولاية تندوف الجزائرية الحدودية وضمها للتراب المغربي. وقال عبد الرزاق السوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأحد إن الجمعية تشترط للعودة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تقديم اعتذار صريح ودقيق من رئيسها أحمد الريسوني أو استقالته من منصبه. ودعا قسوم كل العلماء المسلمين إلى تبني قرار الجمعية ودعمه في المطالبة بتنحية الريسوني من منصبه. في الشأن الدولي، قالت مجموعة NSO الإسرائيلية لبرمجيات التجسس الأحد إن رئيسها التنفيذي شاليف هوليو تنحى عن منصبه في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور، وجرى تعيين رئيس العمليات يارون شوهات للإشراف على إعادة هيكلة الشركة قبل تعيين خلف لهوليو. وأكد مصدر في الشركة أن نحو 100 موظف سيتم تسريحهم في إطار إعادة هيكلة الشركة، وأن شوهات سيقود الشركة لحين تعيين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا جديدا. دعا الرئيس الصربي ناتو إلى القيام بعمله في كوسوفو، فيما أكد أن صربيا ستتحرك بنفسها من أجل حماية الأقلية في الإقليم الانفصالي. وجاء الخطاب الناري الذي ألقاه الرئيس في أعقاب انهيار المحادثات السياسية التي عقدت في بروكسل بين قادة صربيا وكوسوفو في وقت سابق من هذا الأسبوع بوساطة من الاتحاد الأوروبي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.